السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف أتحدث عن الكيرفز. الكيرفز ببساطة شديدة ممكن نحصل عليها من هذه القيم. عادة بنحصل على الأوبشنز حتى الباص. كل هذه الكيرفز ممكن نحصل عليها من Edit, Preferences, ثم Addons, ثم Extra. هنحصل على Extra Curves أو Extra Object. مش هنحتاجها في هذا الدرس، احنا بس هنشرح في هذا الدرس البيزير وكيفية التحكم في البيزير. بنحصل على البيزير عادة بيتم الرسم في توب فيو. طب ايه هو فايدة الكيرفز؟ ممكن نستخدم الكيرفز في ان اوبجكت ما يتحرك على هذا الكيرف، فولو باس، اسمه فولو باس انيميشن. ممكن نستخدم الكيرف في ان نعمل دوبليكيشن زي حركة الدومنة فبتتحرك على البيزير كيرف كأري. هنشرحها ان شاء الله، هنحاول نشرح في الدرس. ممكن في الجراف ايتور بنعدل على الانيميشن باستخدام البيزير. ده كده من احد خصائص الكيرفز. في الاوبجكت مود طبعا ممكن نتحرك عادي، لكن يهمنا في الايديت مود ازاي نغير او نعدل على البيزير. عادة هنا ال هاندل ودي هاندل يتم الاختيار عادي بالليفت كليك. في هنا ثلاث نقاط، نقطة أولى، نقطة تانية، نقطة تالتة. ممكن نختار اليمين أو ممكن نختار اليسار. الهاندلنج يبقى كده احنا بنحرك النقطة الأولى، كده احنا بنحرك النقطة التانية جي أو روتيت، مفيش أدنى مشكلة. ممكن نختار الاثنين مع بعض، احنا اخترنا اللي في النص، بنختار الاثنين مع بعض او ممكن نحركها كالتالي. اذا ممكن نحرك اي نقطة في الثلاث نقاط بالهندل. النقطة الثانية ممكن نعمل اكسترود، فاذا بيتم انشاء هاندل جديدة. ممكن نختار الكل وقائمة سب ديفايد. المفترض هنحصل عليها من الكيرف سيجمنت سب ديفايد. كده المسار متجه ناحية دي. لو عايزين نغير المسار سويتش دايركشن، ده كده كانت عبارة عن طبعا أي هاندل ممكن نعملها سكيل أو روتيت أو موف. وبكده يكون عرفنا ازاي نغير أي هاندل أو نغير الكيرف. في الدرس القادم هنشوف ازاي نعمل نقوم بإنشاء الري على هذا الكيرف.